التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتصلة بتطوير العمليات التعليمية المدرسية والاتفاق على الاستفادة المتبادلة من تجارب الطرفين، كما تمت مناقشة أحدث المشاريع والبرامج التعليمية التي يتم تنفيذها في قطاع المدارس في البلدين الشقيقين.